هيفا وهبي عم تستعين برأي جمهورها حول زواجها. بخطوة طريفة استعانت الفنانة هيفا وهبي برأي جمهورها حول القرار يلي أخدته عسلية بمسلسل الحرباية وهو زواجها من راشد لتحمي حالها. وسألت هيفا جمهورها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ملت عسلية من واقع اختها ووافقت على الزواج من راشد لتحمي نفسها، انتو مع هالزواج؟ ولهلأ نسبة التصويت بالرفض هي أكثر من الموافقة. نذكر أنه عسلية تلقت عرض للزواج من راشد بعد مقتل خطيبها الحسن، واعترضت عسلية على الأمر بالأول. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com.